أنا وصديقات من الصف السادس من مدرسة روم الكاثوليك بحيل. مدامنا اليوم بالحجر الصحي لازم نسوي لنا شيء مشان نضيع الوقت. شو بنساوي وإحنا قاعدين بالدار؟ يعني إيش بدنا نساوي يعني مثلا؟ هون بيصير الإبداع يولع عليك. شو محطم للآمال؟ عاد بدنا نوعي العاد يعني تكون البرنامج ترفيهي. ما بشغلك، أنا تجيب لي دار وأنا اللي قرر. بدنا نعمل برنامج توعوي، هذا اللي عندنا. إذن بدنا نوعي الختايرة لأنهم صعوبة يقتنعون. طب ما نفس متابعين يا أطفال، يعني شو بدنا نسوي لهم؟ نقيب فهمان. أجمعتم كل أيادي أبواب مشان أكثر من واحد بستعملها خلال اليوم. والإضواء كمان قد من نظرنا. وأنا كمان لازم كل شيء نعكم لازم. لازم نعقم كل الدهر. كل الدهر مو هذا بعد مشاهدكم معي. وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله عجبكم. إذا عجبكم المقطع سوي لايك وشير وسبسكرايب هاي جلسة المياد مشان يوصلكم كل جديد. طبعا مشان تسوي شو سوتك خليك في الدار. باي.